ربيع، مساء الخير ربيع. شو بك يا ربيع؟ قدي عمرك؟ عمري 13 سنة. 13 سنة. وين ساكن اليوم؟ بالمركز. أنت اليوم بالمركز؟ لا، أنا اليوم معكم. اليوم معنا بقى. والله عم تلعب معي؟ قدي صار لك بالمركز؟ 3 سنين. 3 سنين. ليه رحت على المركز؟ كان في تعالقات أنا وأهلي، كانت أمي تضربني، ما حبيت ضلني بالبيت، فليت من البيت. كمشوني الدرك وأخذوني على المركز. كيف؟ رجع خبرني شو صار معك؟ كان في علاقات بين أهلي، أهلي أمي كانت تضربني، قمت أنا ضاقت منها، ما حبيت ضلني بالبيت، طلعت من البيت لأرتاح شوي، عم اجوا الدرك واجوا الدرك اخذوني. خبرني اول شيء، ليه امك كانت تضربك؟ اوقات لانه كنت اطلع من دون اذن على برات البيت، اوقات لانه كنت روح العب مع رفقاتي، ما بديني اطلع العب مع رفقاتي، بتضربني. كيف كانت تضربك؟ تطبش لي راسي بالحيط، تشد لي شعري هيك، تنزل لي الدم. لانه ما كنت عم تظهر، لانه كل ما كنت عم تسمع كلمتها. وكيف قررت تطلع من البيت؟ يعني انت شاب صغير بعمرك، كيف بقرر يظهر من البيت؟ ليه قررت تظهر من البيت؟ عصبت منه. وكيف اجتك الفكرة انك تظهر من البيت؟ انك تهرب من البيت؟ طلعت لارتاح شوي منه. ترتاح من الماما؟ كنت تعرف انه الولد اللي بيروح على الطريق ممكن يتعرض لمخاطر؟ شو المخاطر اللي بتعرض للولد على الطريق؟ كتير اشياء. مثل شو؟ يضربوه، يأذوه، يعرضوه لكتير اشياء. بالرغم من هالشي قلت بدي روح؟ ايه، قلت بدي روح. وشو شفت وقتها؟ رحت، تركت البيت، هربت من البيت، رحت على الطريق، شو صار معك هونيك؟ ما صار معي شيء. ضربوك؟ أذوك؟ شو لكان؟ وين رحت يعني بعمرك؟ رحت اكلت، خلصت، رحت، كنت عم بحضر فيلم. عم اجى طبعا الكارسي، قال لي امشي نتعشى انا وياه، قال لي امشي عملت لك سندويشه تاكله. عم طلع متلفن للدرك. وقتها شفت الدرك شو صار؟ صرت ابكي. ليه خفت من النوم؟ وين اخذوك؟ اخذوني نيموني بقلب اوضه. برجعوا تاني يوم صبح اخذوني على المؤسسه بيت الرجاء. وهونيك بالمؤسسه شو بتعمل؟ بعمل كل شيء، بلعب، بصلي، برنم. بنروح على الأحد، كل أحد بنروح على الكنيسة. أوقات بيكون عندنا تحضيرات للعالم، وأوقات بحب أرقص بريك دانس. ترقص بريك دانس كمان؟ بتشتاق لأهلك؟ بتجي الماما بتزورك شي؟ عرفت عنك الماما إنك أنت بالمركز؟ بس هني ما بيجوا لعندي، وألعاب بياخذوني فرصة. بتشتاق لها؟ وللبابا؟ للبابا أكثر من الماما. البابا بيجي بزورك؟ إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.